انتم في الاستماع لميد راديو الاذاعه القريبه منكم دائما وبرنامج بكل وضوح رفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. اهلا بك بروفيسور. مرحبا لسناء، بارك الله فيك. اليوم غادي نتكلموا على الصعوبه اللي كيعيشوها العديد من الازواج في انهم يوصلوا للتوافق حول بعض القرارات اللي كتخص الحياه الزوجيه، يعني شراء سياره ولا اختيار السكن ولا اختيار في مدرسه الاطفال ولا العطله الصيفيه فين غتكون، يعني كل هذه الامور بلا ما يشوفوا قدرتهم على التحمل والثقافه يعني في تسديد القروض، وانما تيمشي على حسب مغريات العصر، فكيلقاو نفسهم يعني في مذاكرات بسيطه جدا ديال الحياه اليوميه يعني بدون قرارات حاسمه، ولكن تيوصلوا للصدامات الخلافات للتصعيد والعناد. فشنو اللي كيوصل البروفيسور لهاد الصعوبات، وعلاش كاينه واحد الصعوبه اخرى يعني في تقبل الانتقاد من الاخر؟ تقول العرب الراي نوعان، راي مصدره العلم وراي مصدره القلب، وهما في العديد من الأحيان كيجتمعوا بجوج. الرأي لهذا النبي صلى الله عليه وسلم تيقول استفتي قلبك، دع ما يريبك لما لا يريبك، وتيقول في النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للصحابة اللي سولوه ما هو العزم يا رسول الله، قال العزم هو مشورة أهل الرأي واتباع رأيهم. فالرأي وقع حاليا في واحد اللبس، لأنه تاريخ مؤسس للرأي، ملي كنت طالب كنت كنجلس بين يدي باحثين وأساتذة وعلماء، وكان كيبهرني القوة كيفاش يحلل ذلك الباحث الفرنسي البلجيكي الكندي الأمريكي، كيبهرني كيفاش ياخذ عدة معطيات عاد كيوضع الرأي ديالو. واحد النوبة سولت واحد الأستاذ، قلت ليه باش تنصحني الا بغيت ناخذ شويه من هاد الصنعه، قال لي نصحك بالفيزيك، لا فورس لو ترافاي دو لا فورس اي لينيرجي، سير خدم هذاك الشيء. ففي التاريخ وقعت في العالم العربي واحد المرحلة ديال الانحطاط. ما معنى الانحطاط؟ شنو هو اللي انحط؟ شنو هو اللي سقط؟ شنو هو اللي تهدم؟ شنو هو اللي راب؟ لأننا كنا حنا كنفهموا شوية في التحليل وفي المادة الفكرية، خصنا نطرحوا نفوسنا قدام تاريخ، ما هو عصر الانحطاط العربي؟ ما الذي انحط؟ الذي انحط هو القدرة الفكرية. العرب كانت عندهم واحد القوة فكرية، بقاو شادين شادين شادين، تضعف كتضعف كتضعف، رابت. من اللي رابت احنا تنعرفوا الحقبة ديال ما يسمى نسبيا بعصر النهضة العربي، ولكن مش حقيقة هذيك الحقبة التاريخية اللي حاول جمال عبد الناصر حاول يعطيها واحد الدفعة، يحاول ما هو ما عطاش. الله يجازيه بحسن نيته، ولكن ما عطاش. واش وقعات النهضة؟ لا، في رأيي لا. فمن الأخطاء اللي خصنا بعد ننتبه ليها باش يمكننا نحقوا النهضه غير نفوسنا. عالية انا باغي عالية لراسي، لقد نوصلها لاهلي ولداتي الله يجعل البركه، ومن نسخاش نوصلها لحبابي المغاربه
ما انا ما عندي طموح لا في كذا ولا في كذا. خصنا نشوفوا الخطا اللي كنطيحوا فيه. ما هو الراي؟ فالخطا اللي طيح فيه المجتمع المغربي والعربي والاسلامي انه تسمعوا هذا الوصف ديال اثبات الذات. خصك تثبت ذاتك. اين ذات؟ الذات الجسدية راها موجودة، لربما الذات المعنوية. ها هو الخطأ الأول. فالرأي ليس ذات وليس تعبير للذات. فالرأي هو صنعة فكرية، هو اقتراح صنعة فكرية. إذا كان عينك على الصنعات الفكرية الكبار، واحد النهار كنتكلم مع واحد الخبير قال لي استاذ علاش باقي كتستدل بارسطوط؟ ارسطوط قال لي مات مشى. قال لي وهذا العلم الحديث وهذا؟ قلت ليه ما غتلقاش شي عالم في العلم الحديث خصص 20 عام لسؤال. ارسطوط مشى عند فلاسفه كبار بقات يحلل معاهم 20 عام في سؤال. وقلت له وريني دابا شي عالم اللي خص 20 عام في سؤال وشنو عطى في العلوم. فملي كيكون واحد الزوج وزوجته كيدخلوا على الخط عدة بنيات، بنيات نفسية. أولها أن الرأي والرأي الآخر ما بين المرأة والرجل كأنه سلطة وخضوع من عند الآخر، بحال اللي واحد عنده سلطة وبحال الآخر باغي يخضعه. ولكن واحد البنية الشيطانية لعبة في المجتمع، أنه واحد الفكرة تتقول المرأة نسوا با سوميز، أون فودغي فيغ دو توا كو تو سوا بيل إي تيتوا. تلاحت ليها. شنو هو الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس؟ هو فكرة. يعني مجتمع كيمثلوه لا المغاربة ولا ناس ماشي مغاربة. اتعشا. تي دو تافيرمي. فملي كتكون تشحنتي من جهة إثبات الذات، وهو الرأي ليس إثبات الذات. هو صنعة فكرية. ما معنى صنعة فكرية؟ ملي الصانع الفخار كيصيب واحد الأواني. ما مصيرها؟ تستعمل وتهرس. والحمد لله كتهرس باش يعاود يصنع ونعاود نشريو. وراه كذلك الرأي. الرأي هو صالح لواحد الوضعية زمنية معينة مؤقتة، ما يمكنش تخدم به حياتك كلها. قالك باك كون باك غيقول لك صلي صوم استقم كون مؤمن. ها هما راه ماشي رأي، هذا توابيت. أما الرأي واش تكون مع مرتك شاد ليها يديها، ولا تكون مع مرتك بعيد عليها بمترو، ولا تكون مع مرتك انت غادي لقدام وهي تابعك، هذا الراي هو راي الاخر. فهو مناسب لواحد الحدث واللي ما فرقش ما بين لانستون اي لانستونس ما يفهمش الصنعه اللي حنا كندويو فيها. بوكو بيرسون بعض الاشخاص كيحاول كل حدث يردو اون انستونس، ما يمكنش لان كاين الصغير فيه وكاين كاين كاين. فملي كيكون اثبات الذات عند بعض الناس، وهنا مساكن الذكور كيدخلوا هنا كيتصيد. بالنسبه ليه الراي هو راه هو علاش العالم العربي منحط؟ ها هو اللي تحط، اللي تحط هو ما داروش وسع. شنو هو الوسع؟ راه لا كونتونونس مي سي اوسي ليسباس نيسيسير بور لا ميز اون جو نيسيسير بور لارتيكولاسيون. اللي ما دايرش مسافه ما بينه وبين رأيه ويخليك تنتقد رأيه وهو شخص مقدس، ما كنقيسوش في الشخص، ما كندويوش حنا في كتدوي في الصنعة الفكرية اللي انتج. كتقول اودي هاد الكلام اللي سمعناه، هاد المحتوى اللي سمعناه، هاد الشيء اللي حللناه، هاد الشيء اللي ربطنا، راه فيه من الصائب وفيه من المخلخل وفيه من النقص وفيه وفيه وفيه. الشخص اللي هو عنده البنية ديال إثبات الذات هذا هو الذكر، لأنه هو إلي دون لا سيرتيتود. لهذا قلت لكم الفكر الاسلامي في القران الكريم
لا يحتوي على الحقيقة، يحتوي على الحق. ودابا وريني شي واحد اللي غيقدر يميز كلمة كيفصلش ما غيفصلش ما هو الحق والحقيقة. الحق هو قلت لكم الموت حق، ما حقيقتها؟ عندك جواب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حق، ما حقيقتها؟ عندك الجواب. ما كاينش شي عالي، شي واحد على وجه الكره الارضيه ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده الجواب، من غيره ما كاينش اللي عنده الجواب، وهو ما خلاهش. فالصلاه على النبي هي رجاء دعاء، اللهم صلي. فالصلاه حق ومحتواها حقيقتها غير معروفه. فاي شخص مشى وبغى يجسد الحقيقه مشى فيها. فاحنا كنجسدوا رد فعل واحد العملية تحت مرجعية الحق، الحق هو الفوق، وحنا كنجيو وكنقولوا واش انا تحت منه، واش انا باقي في لو سبوت، باقي في داك الكلاغاج ديالو بضوي، هو ما خرجش من هذيك الدائرة ديال الضوء. ايه ولكن شكون اللي قال لك انت واش اليني مع لاكس دو سيمتري ديالو، واش انت اليني مع لو بوان سيمتريك؟ نو تو ني با اليني، ما عمرك تعرفها. فلهذا حنا أمة الوسطية، فعندنا أقصى اليمين ضلال، أقصى اليسار ضلال، وتنحاولوا نقلبوا ها. فعلاش كيقول العلماء الصراط المستقيم هو أنك تكون في الوسطية. راه المستقيم ما هوش لين دغوات، راه المستقيم هو تكون ما بين اليمين واليسار، تكون في الوسطية. الوسطية هي المستقيم. فهنا هذه الثقافة ديال أن الرأي ليس إتبدلت، هذا خطأ. الرأي ما هوش تيتوا سوابيل تيتوا تكون المراه اتونسيون تي سوميز وغادي يخضعك. لا، الراي هو كيف كتقول العرب عنده جوج المصدر، المصدر العلم ومصدر القلب. فملي تيكونوا في حياتهم اليوميه الزوجان، كيكون الراجل عنده تجربه، باع وشرى، خرج للسوق، مشى مع الناس، جال لقيت اللي كيبغي يبيع ويشري شي حوايج ديال الدار، هو عنده القرار سهل، هاد السلعه كتجي من البلاصه. كيجي هو كينزل بهذاك العنعانه التجربه اللي عنده وتيقول لمرتو نفدي. هي خصها تعلم وما فرحات حتى اسات واحد المملكه صغيره فين هي تدرب وتاخذ. الرغبه كاينه، قدره على التعلم كاينه، كتوازيها الخطا. دابا هنا الرأي هو تخليها هي اللي كتقول مثلا لا انا ولادي يمشيو لهاد المدرسه الفلانيه. كيجي عندي واحد الاب تيقول لي يا سيدي انا متفق. كنقول له يا ودي غنربحوا على الاقل انها غتجرب رأيها، خليها. تيقول لي تنقول لي غتضيع فلوس غتضيع طريق، خليها. كدوز عام عامين كتجي كتلقى هذيك السيده بوحدها كتغير رأيها. علاش؟ لأن الهدف راه ماشي هو أن تأتي بالرأي الصائب. الهدف الأول ملي عطات رأيها راه هي ما عندهاش تجربة بحاله، هو راه ما خرجش للسوق، راه ما عرفهاش، ولكن خصها تتعلم. إلا ما عطيتهاش فين تعلم، فين غتعلم؟ غتكبت لها التعلم، فغترد عليك بأنك ما كتحترمش رأيها. فهنا كنوصي وتنقول للشخص يا سيدي اختارت واحد النوع من الثوب طلامط ولا، وانت عارف بانه راك ياكلوا النخ سميتو داك الغمال وما صالحش، ما تقول تاسالي شحال غتخسر 500 درهم 1000 درهم، خليها دوز اكتشف وتجرب دوز به شهر دوز به. شتي بحال ديك لاكوب ديال بحال ديك تستيفى الشعر، علاش غيدخل هنا يقول مرتو الراي في تستيفى ما تستيفى؟ هو عارف واحد الطريقه كتجي معاها زوينه، خليها تجرب. وحنا غدير وحده ما تعجبهاش عرفتي غتبقى معقده حتى تبدلها. شتي احسن، لهذا راه كنقول لكم نصيحه تطلب. فاول حاجه خص الانسان يكون على بال فيها هو ملي تشوف المراه تعارضها رجلها في الراي، وتشوفه تعارضها في الراي، يعني الفرد كيرفضوا باغينش، عرفوا بان راه ماشي محتوى الراي واش صائب ولا ما صائبش، ان المساحه اللي بغى يفرغ فيها هو راح هو مطاصة أن تكون بمنتوجك الفكري راح هو تملك إحدى البنيات. ولا ما خليتيش ليه المساحة لا ليه هو لا ليه فين يفعل وفين يتملك المنتوج الفكري، حيت المجتمع ما تيخليش، ما عندوش فين تيوضع، كيكون غير البيت، كيبقى يرفض لك الرأي
وهو راه تعبير على ان المساحه فين يعبر غائبه، والاخر تيفسر على ان الراي خطا. لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالمتكم الهاتفيه. معنا اول مكالمه من ارفود، معنا ام اسماعيل. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ام اسماعيل، دعوات مبروكه بزاف، العرض نهار كبير ديال خط العاب. الله يكبر عليك لاله، مرحبا. صار بزاف بزاف بزاف، كل يوم تنتصل والو الخط. مرحبا بك لاله، واش مبروك علينا وعليك شكرتي. امين حنا مرحبا بنا ديال ارفود، مرحبا لاله. شكرا على اختك استاذ. تفضلي استاذ. بغيت نقول لك تنتعصب بزاف مع ولادي. شحال في عمرك؟ عندي 29 سنة. شحال عندك الوليدات؟ عندي ثلاثة. الله، شحال في عمرهم؟ على 17 سنة. شحال عندهم في عمرهم؟ البنيته عندها 12 عام، والوليد عنده 7 سنين، والاخر 3 سنين. شنو كدير في الشغل؟ كاين شي خدمة؟ كاين شي صناعة؟ غير في الدار، ربي تبيت. ولا لا، من قواك؟ ومن قواك الشريفة بنت عمي، من قواك؟ ايوا. شنو؟ لا اله الا الله. شتي عندك باش تصبر نفسك خصك تلقى سبب. علاش المغاربة تيقول خصك تسبب؟ سير شوف سبب. سبب ماشي معناتها تمشي تجيب شي حاجة عجيبة، لا، سبب هي سير قلب لنفسك على سبب. خاصك تلقى سبب علاش غتبقاي تحملي هاد العبء. شنو هو السبب اللي غيجعلك تحملي؟ اسمعي، شنو هو السبب؟ اش كتقول شريفة؟ ايوا اخويا دكتور، اش نقول لك؟ من الزوج صغيرة مشاكل بزاف من الاول، وداك الشيء بقيت قلبي بقى معصب، وصحتي كاملة بقات معصبة، حتى مع الزوج ديالي يعني مع كلش. واش على 17 سنة؟ ايوا ايوا، تيكثروا المشاكل بزاف، وبقيت كامل داك الشيء رجع ليا، تنبقى نتعصب مع ولادي، وتنبقى نتعصب حتى مع الزوج ديالي. ما عرفتش شنو ندير. هو خاصك لابد ما تلقاي جواب علاش غتبقاي تصبري. واش غتصبري حيت والده؟ واش غتصبري حيت مزوجه؟ واش غتصبري حيت حنا امه ديال الصبر؟ كاع كاملين عادوني كاملين. شكون هي فيهم الاولى؟ ايوا حيت مزوجه ووالده. كما كنتيش والده تطوعي؟ ايوا صبرت في الاول، صبرت قبل كاع ما نكون والده، صبرت. واش سامحتي غير ما بقيتش نستحمل دابا. واش سامحتي ليهم حيت زوجوك صغيره؟ واش سامحتي ليهم؟ ايوا عارف الظروف. واش سامحتي؟ واش سامحتي ليهم؟ نسامحهم. نسامحهم من الخاطر ولا غير من الفم؟ ايوا شي خطا تنتعصب، تنقول لي كون عين ما تزوجتش، كون غير كمل في قرايتي، كيقول تنبقى هكا مع راسي. شكون هو الزواج كاع؟ شكون هو اللي ورا هاد، بالنسبه لك ورا هاد الخطا ديال زواجك صغيره؟ شكون هو؟ الوالده، الواليد، خوك، شكون؟ الوالدين. شكون فيهم الدرجه الاولى؟ الام. الوالده هي اللي غلطات؟ غلطش، تقول كرا كبروا راه قران كتزوجوا راه. وبالنسبه ومشكل انا ما كملتش القرايه، نيت خرجت، نيت حيت خرجت من القرايه كانت خصك تزوجي. وبالنسبه لك هاد القرار الوالده، واش واخداه عن علم ولا هي براسها مغصوبه في القدره انها تاخذ قرار؟ هي براسها مزوجه قالت لك على 11 سنه. شتي كي مغصوبه؟ فاش شتي عارف اختي بغيت الحل. المغاربه تيقول لك خصك تكيف، كاين اللي كيفهم تكيف هو تكمي، والتكيف هو التأقلم.
هو تبقى تدور مع الوقت حتى تلقى ليه الحال اللي غيناسبك. دابا هنا شنو هو الحال اللي غيناسبك؟ ها شنو هو الحل اللي غتلقى؟ هو ان واحد ولا جوج ولا ثلاثه من ولادها يصدقوا احسن من امها واحسن منها. شتي لاله ملي كتهدي الام ديالك انك تكون صالح للناس، تهدي لباك تكون صالح للناس. وشكون هو الصالح للناس؟ هو اللي صالح بعدا لولاده. راش واحد اشنو تقضي تكون صالح للناس ما تكون صالح لولادك؟ تخيل الوقيته اللي انت تهدي لوالديك انك صالح للناس، يعني صالح بعدا لولادك وصالح لنفسك وصالح للناس. شتي هذيك الام وهذاك الاب بالحياه كيشوف صدقه جاريه قدامه، كيشوف تسجيلات صدقه جاريه. تخيل دابا كتمشي واحد الام لواحد البلاصه ويجيو عندها الناس المواطنين يقولوا لها شتي لاله راجلك، شتي لاله ولدك، راه رئيس هذه الجماعه وراه مهلينا في البلاد ومهلينا في البيئه ومهلينا الله يكثر ويدعيو معاه. شحال تسوى عندها من اللي يقولوا ليها شتي لاله هذا السيد الله ياخذ فيه الحق؟ ماشي بحال بحال. شتي هذا هو عصر الانحطاط. خلصنا واحد الثمن غالي، والدينا وجدودنا خلصوا ثمن غلا. كاين اللي منهم مات، كاين اللي منهم تعذب، كاين اللي منهم ضاع. حنا ما تحرقناش ولكن تكوينا، ما تحرقناش كاين تكوى، كل واحد فين دا كويه، اللي دا في دراعو اللي دا في ظهرو اللي دا في، هما ضاعوا وماتوا وحماقوا تعذبوا، حنا تكوينا زريعتنا، هاد زريعه صغيره، هاد ولادنا هادو. فهنا للأم إسماعيل خاصك لابد ما تقبل تحمل الحمل ديالك كأن انت واحد مسؤول عليه. شتي الا بقيتي كتقلب تشوف شكون اللي خطأ شكون اللي غلط في حقك باش تصيدتي انت في هذا الحمل، بقيتي كتقلب علاش انا عنوة مشيت كنقلب معاتم وهي راه ذكية حسات بيا باغي نشبدها. فالوقيته اللي كتقلب شكون الخطا، يعني باغي دير مقاضاة، باغي دير مرافعة، باغي دير محاكمة، تقدر دير محاكمة مع امك. دير محاكمة راه مساكن كل واحد وعرفو. هي تغيرت زوجها على 11 سنة غلقة طفلة. هذاك الشيء قلت لها، قلت لها واش اللي فاقد القدرة باش يفكر؟ اش كتنتظر منه يعطيك من رأي؟ فدابا كاين الوليدات وكاين هذا الغضب. الغضب نوعان، كاين الغضب رد الفعل وكاين الغضب مرضي. الغضب ديال رد الفعل هو ذاك المعصب، عفوتني عليك راني ضايع، عفوتني عليك على اي حاجه، هذاك رد فعل. هذاك عنده شي حوايج كيقلقوه، خصو على الانسان يبعد ليه من هذيك البلاصه اللي كتقلقو وتهدن. اما الغضب المرضي ما كاين حتى حاجه كتقلقك ولا مقلق، هذا خصو استشاره ديال الطبيب ولا وعي الطب العام. فهنا الانسان كيعرف نفسه، كيراه طبيب نفسه الانسان. هي تعبر نفسها واش تشوف عصبيه مثلا باركه بوحدها ولادها في المدرسه وباركه مزيره باركه مغدده بحال شي بوطه باغا تطردك، خصها اللي يسببها قيسها وتطردك عليه تسب، هذا غضب مرضي. اما اللي عنده الاسباب، الضجيج ديال الدراري، الغوات ديالهم، المتطلبات ديال الزوج، مثلا هي مسكينه كتشقع وتقاتل مع القصبيه وتنقيها في ديك القصبيه باش تنقيها حتى كيطيب لك اليد، وفي الاخر يجي راجل يقول لها عاش من عشاء عليه عاش من عشاء، وتعرفي مسكينه قاعد
صباع هكا تمشقوا على الاقل الله يرحم والدين الله يكثر من خيرك هذا واخا ما عجباتكش سد فمك. هنا رد الفعل ديالها غتقدر السبب ديالها تتغضب حيت هو غادي يبدل شافت راسها كتستقر. اما هنا كاين احباط ما قريتش ما درتش ما حققتش شتي. هنا اذا بقى الانسان في باب لو شكون العلماء لو تفتح باب الشيطان لو قريت لو درت لو تيقول العلماء المسلمين لو تفتح باب الشيطان يعني بحال واحد الباب مسدود وراه الشيطان ليه كتحلوا ليه بلو. وعاد في الغالب بروفيسور ما كتكون صيغه المتعه يعني خلاص. اذا عوض ما نقول لو علاش نقول لو نقول هيا هيا عندنا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ما كاينش الحمد لله شي 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 اقليم حاليا وصلت ل 9.7 المواطنين اللي استفدوا منها. ما كاينش شي منطقه في المغرب شي جهه اللي ما وصلتهاش. فتمشي عند في العماله ديال ارفود وتسول على الناس ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ولا تسول على الناس ديال المديريه ديال الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه ديال العمل وتقول لهم الله يخليكم انا واحد السيده عندي وليدات وغير بركه في الدار والله يخليكم لما رشدوني لشي جمعيه. يعني علاش ما نشوفوهاش فرصه اننا نعيدوا بناء ما فلت. عمر السن ما كان انا قلت لك سيده مشيت لالا مع الحباب ديالنا ديال ليانداش جات لعندي كتقول لي يا استاذ كانت غابره في الجبال حتى ولات بفضل المبادره راجلها خلاها تشتغل لان فيها 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 بعدا ناس محترمين ضامنها الدوله ما فيهاش التلاعب فيها انك تلقى ناس في جريده كيستافدوا ماديا كيجيو خبراء تيقريوهم كيتعرفوا تجي دوره تكوينيه كيجيو خبراء من المغرب ومن خارج المغرب يفسروا لك كيفاش تقاد هادي وتقاد هادي وتقاد هادي تيتشغل منها الانسان كيدير فيها علاقات اجتماعيه كيلقى فيها صيغه المتعه كيدخل منها واحد شويه رزق. مستمعينا خليكم معنا فاصل وراجعين. لقنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح مازال كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. ناخذوا احمد من الرباط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيدير اختي سنه بخير؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا سيدي. تبارك الله سي احمد لاباس بخير كيدير السيد دري بخير؟ الله يبارك فيك مرحبا بك. الله يبارك فيك. تفضل السيد دري. عفاك اخويا عندي مشاكل كثيره ونحكي لك واحد شويه منها. الله الله تفضل خويا. شحال في عمرك؟ خويا 22 سنه. مزوج مازال؟ لا مازال اخويا الدري. مرحبا تفضل اخويا. خويا الدري من المشاكل اللي عندي تنكره الوالد ديالي بزاف. شنو السبب؟ الوالده ديالي توفات في سنه 2011. الوالد ديالي اش نقول لك ما عنده لا شخصيه ولا ماشي القدوه ليا. يعني في حياتي ديالي الدراسيه ما نهائيا. عمره ما وقف معايا في شي موقف ايجابي ولا علمني شي صنعه ولا. شحال عندك دخوت؟ نعم. شحال عندكم دخوت؟ اخوتي خمسه. الو تفضل خويا تفضل. قلت لك اخويا الدري تنكرهو بزاف لانه ما موقف معايا كاع شي في شي حاجه ايجابيه نهائيا في حياتي كامله. حاليا شنو كدير؟ خدمه تنبريكولي وصافي. فاش كتبريكولي؟ كاف بنيك شي صافي لا. كان شي حاجه خز حط صافي شي عساس شي حاجه. السي احمد ديرو مات ما نقدرش كيفاش غدير انك يتيم. الا درتي انك يتيم غتبقى حاقد على واحد. شتي شنو الفرق ما بين با والوالد؟ شنو الفرق؟ الوالد زريعته مشات للرحيم ديال امي جيت. با واش عنده قدره بعدا يقد يكون با؟ واش عنده القدره؟ لا نهائيا ما عندوش قدره نهائيا. هو علاش تحقد عليه وتلومه ما عندوش قدره؟ علاش؟
لانه ضيعني في حياتي الدراسيه. ما ولدي حمد ولدي حمد شوف دابا الا بغيتي تبقى تحرق في كبدتك وتحرق في راسك وتعذب راسك هو تبقى في هذا الشيء هذا. اما اللي عنده واش كتشوف مساكن الناس جايين من جنوب الصحراء افارقه مخليين ديورهم ومخليين فلاحتهم علاش؟ لان عندهم حروب وجايين قاطعين على رجليهم وتيقلبوا غير يتسنى الفرصه باش يركب فلوكو باش يقتل راسو باش يمشي لاوروبا. وتتلاقاه في الشارع انت كتشوفهم احمد، انت كتشوفهم في الرباط وتتشوفهم كاينين ما ساخطينش على الوضعيه، كيطلبوا منك مساعده والله يجزيكم الاحباب قد ما قدرتوا تساعدهم الله يجزيكم بخير ساعدوهم. وما تمتسم لك في وجهك، ما عنده ما يلبس، ما عنده ما ياكل، ما عنده دواء، ما عنده حتى حاجه. وتنوض وتتشوفه تتعطيه واحد درهم ولا تعطيه وتيبتسم لك في وجهك. وتعلموا مساكن يدوي بالعربيه، تعلم يدوي معك بالدارجه. بابا بابا سيتو بلي دير ان با مانجي، الله يخليك، السلام عليكم، الحمد لله الحمد لله، شكر لله، ديرها متى ناكل اخي. تعلموا مساكن الدارجه والابتسامه. فهنا علاش انا ما نشبهش ليه؟ منين جابوا هذيك الابتسامه؟ منين جابها؟ منين جابها؟ لانه صافي خلاه هو الماضي ورا ظهره، هو ناوي المستقبل باغيه. فعلاش ما نمشيوش ناخذوا فرصه؟ انا اليوم موجود عندي 27 سنه، انا كاين كي اللي كتجي عندي ولا كي يجي يقول لي با عنده الفلوس ما تيساعدنيش. واش من الفلوس عنده؟ با عنده محلابه ولا عنده حانوت. اللي يسمع الفلوس يقول خناشي عامرين، الحانوت شحال كيخلي لمولاه؟ يربح في كل منتوج دريال 10 دريال 4 دريال، ما يجمع 100 درهم تيطيب 100 درهم كي يجمعها على طعام وعلى كرشو، خصو ما ياكلش باش يجمع 100 درهم، الا كل ما تجمعش. وكيجي واحد ولدو عنده با عنده الفلوس راه عنده فيرما. شنو هي فيرما؟ 6 القطارات هي فيرما، 7 القطارات. فخبارك ما كاينش شي واحد عنده دابا، عنده صحاب مثلا 10 القطارات لتحت، راه عتقينا ما الغنم اللي كيولدوا اليوم. ما هو بشحال غادي يخلص اللي غيحصد؟ كيتخلص النهار 200 حتى 250 درهم في النهار اللي غيحصد. وعلى بالسلامة ماشي غتعطيه هي من خلال هذا القمح. يعني كاين مصاريف ظاهريا كتبان انه الواحد والدار هذاك الشيء اللي يشدوا يحطوا. إلا علفوا بهذاك التبن الربح ديالهم هو التبن، شوية القمح شوي ربح حمراء والتبن. كل شيء غالي، مازوط باش غالي، الضو باش ضوي غالي. كاين شي واحد عنده فيرما يا ودي بارك الله من الجمال وبعد عنده فلوس، تاش من الفلوس عنده؟ فملي تلقى بأنك راس مالك هو صحتك، راس مالك وصحتك، انت حرك. ما يعطاش الله في الرباط طلع للدار البيضاء، ما لقيتش في الرباط طلع مراكش، سير لكادير، سير للداخل عسير. علاش كنخافوا نسافروا؟ علاش تمشي لواحد البلاد؟ حنا كنا صغار كنا نمشيو نخيمو، ما عندناش درهم في جيبنا باش نخيمو، باش كنا كناكلو؟ ولا كنا كنمشيو نعاونو البطوات مع الفجر، نهبطو معهم السردين تخيل، كنوقفو نستفو ها البعطو جاي، كنمشيو لعند الرئيس، الرئيس السلام صباح الخير ورا بغينا باش ناكلو، دوز كتهز السلة تعمر تعطي الاخر هاك بالك هاك بالك هاك بالك. كيخو هذاك البطو حيت خصو يتهز السردين قبل ما تطلع الشمس باش ما يخسرش، كاين السلة يعمرها كل واحد يعطيه سلة تما غادي ونشوي ونقلي وتنعطيو لعباد الله كتعيشوا تجربة. وتخيل كان تما جايين بودر يعطي ديما. دابا بروفيسور احمد علق يعني بحال كانه مازال ما وصلش على اساس انه مثلا الاب ديالو ما كانش قدوه، ولكن ما يوصلش للضروره انه مثلا الكره ما غنترافعش مع با. وشنو قصدت يا بروفيسور ملي قلتي لي مثلا اعتبر انه باك ما تعني يوقروا؟ يوقروا بشكل مطلق، ماشي غير يوقروا شويه، يوقروا بزاف. يوقروا بزاف لان غادي تادي نفسك. شتي بحال شي واحد بارك في واحد العرش تاع واحد الشجره وتيحسك فيها، ومن غتحسك العرش اللي تبارك فيه ما تطردخش توي الله. علاش نمشي نتحاسب مع با؟ علاش خليه منو المولاه
ما بغاش ولا ما قدرش ولا انا مالي، انا دابا راجل انا مالي. علاش في اوروبا ما عندهمش هاد الصراع؟ تيوصل الدري ولا البنت 17 18 عام تيخرج للمجتمع، ما كيبقاش يتحاسب مع باه ويتقاتل مع باه ولا مع مو ما درتوش ليا، كيمشي للمجتمع. علاش هما حالين المجتمع وحنا لاصقين في بعضياتنا بحال هكا ديما لاصق ديما لاصقين؟ علاش؟ واش المجتمع تيخلع؟ مجتمع خاصة المغرب ما تيخلعش، المغرب مجتمع الخير. فأي واحد غادي يمشي شحال قلبه بالحقد غيتوتش غيتحبط مع هذيك الطاقة اللي تدفعك. علاش أنا تنحب حبابي دكالة؟ راه قلتها لكم وكنعاود وما عمري لقيت شي سعاية في دكالة، بغيت عند لقى عند تصور ما لقيتوش، ما عندوش سعاية. علاش الناس متفائلين تيفلحوا الارض كيما كانت كيطوعوا الارض فيها الصخر مولاها ما قادش عليها كيجيو تيكرهوها من عندهم العام بحال تكرينا هاد الارض وفيها الحجر وشغلك حتى فيها الحجر كريها لنا تيكريها الواد عمي دوك على كيدخلوا هاكب عليك هاكب عليك يحيدوا الحجر كتولي صالحه الفلاحه تيديروا فيها البطاطا حيدوا البطاطا يديروا الدلاح حيد الدلاح وتيبيعوا في الرحبه لا تنعرفهم تيبيعوا في الرحبه ما معنى كيبيعوا في الرحبه كيجي يبيع وشراك يجيبوا الرحبه شحال تعطيني في هذه تيقول لي القد والقد ارا سيدي بسم الله كياخذ تيدخل سالا باع الغله كيعيط الناس اللي عندهم الغنم شحال تعطوني نكري لكم فين تسرحوا يلا عطي كياخذ دخل تسرح سالا كيمشي لبلاصه اخرى يخليك تسرح علاش احنا اصلنا تجار العرب والامازيغ معروفين بالتجاره شنو هي التجاره التجارة ابتسامة اللي ما عندوش الابتسامة والتفاؤل عاي يشوف شي يدير راسه وسبب التفاؤل شنو هو؟ هو حب الحياة علاش غادي نمشي نتلاج مع با؟ علاش؟ ما بغاش ولا ما قدرش ولا مالي ملي كنت صغير سيدي ربي دبر الأمور كبرت دابا راه كبرت مش يبقى نقول با ما دارلياش وما فعل ليا فاش غتعطيني؟ ما غتعمر لك حساب ما غتفيدك والو انا با نترحم عليه الله يا ربي يشد بيدو الله يعاونو نزيد فحال واحد النهار حتى غندير تن واحد الموطور وغندير واحد شي حاجه للبيع والشراء المهم كيسعاو ونبدا ندخل عند بوات انا بواحد شويه ديال الحليب وشويه ديال الفواكه بوجيت نزورك على هما كيفاش داروا هما هذا بوه دابا اللي تيلوم فيه كيفاش دار كيفاش دار؟ سيروا سولوا والديكم وجدودكم كيفاش خدموا كيفاش دار محل كيفاش شرا ارض عسولهم كيفاش داروا؟ راه ماشي تكرفصوا كنعرف ناس جاوا من مدن في عمرهم 11 عام الدار البيضاء دابا عندهم محلات تجاريه جا للدار البيضاء عنده 11 عام واش سهله تجي تخدم عندك 11 عام؟ مش بعدي تلعب مازال تراك لعبتي كره وما لعبش كره كاع ما عمرو شاف شنو هي شي حاجه سميتها الضحك 11 عام صافي راه باه فواحد القريه ما عنده ما ياكل باه كبير في السن مزوج والد بزاف الاولاد ما عارف كاع هو ولدو وسط العدد تعاود لي واحد السيد قال لي با بكثره الولاد اللي عندك ما كيعقلش عليه شكون انت في الدراري تيقول له با انا فلان عاش انت عاش فينك انت شكون انت قال لك شنو نبقى ندير جيت للدار البيضاء تنعرف رجال الاعمال واحد الله يرحمه من رجال الاعمال الثقال اللي عندهم وزن وربح باش كيسربي ليسانس بون بيست كيسربي ليسانس شكون سبب رزقه رجل اعمال جاي مع 4 الصباح لقاه فايق خدام بون بيست مع 4 الصباح فايق شاد السيرفيس انت قال لي تخدم معايا انت اللي بغيت تخدم معايا مازال لقاء مازال تواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما في برنامج بكل وضوح نواصل باقي المكالمات بروفيسور معنا زهيرة من الدار البيضاء الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله زهيرة كيداير لاباس عليك الحمد لله مرحبا كيداير الدكتور ديالنا لاباس لاله زهيرة مرحبا بك كيداير الدكتور بخير الله يخليك وطولي عمرك مرحبا لاله بارك الله فيك انا مستمعة وفية لك مرحبا بك من 2011 مرحبا بك بارك الله فيك سيدي انا دكتور عيط لك عندي مشكل ما عرفتش بغيت نستشر معك ان شاء الله تفضل تقدر حياتي مرونة ما يكون لاباس شحال في عمرك زهيرة شحال في عمرك 25 سنة مزوجة مزوجة
مزوجه مازال؟ واه هذا هو المشكل ديالي، مزوجه انا ما عادش كنقدر. انا دكتور كبرت ايتيما، توفات لي الوالده عندي سبع سنوات يعني، وكبرت مع زوجة الاب الاولى والثانيه والثالثه يعني الاب ديالي كان كيتزوج وكيطلق، ومن بعد تزوجت على سن 19 سنه. دوزت سنتين ونصف ديال الزواج مع الراجل الاول اللي بحكم اني مطلقه، ومن بعد ثاني تزوجت ثاني، ولكن الزواج الاول كان من طرف الوالد ديالي والخال، والزواج الثاني انا اللي اختارت، ولكن ازأت الاختيار مدمنة. ما نفهميش يا دكتور، ما حاليا انا كنفكر في الطلاق. المهم انا ما مرتاحش مع هذا السيد، يعني انا كنت في الاول باغا ناسس عائله، نكون عائله صغيره وندير وليداتي انا بحالي بحال الناس، نقول يعني نقول اني كبره يتيمه وهذا وتكافح في الصغر، يعني حتى انا ندير ناسس حياتي الزوجيه بحال كاع الدريات بحال. ولكن استاذ ما لقيت مشكل مع الزوج، ما افكاره جاهليه، ما كنتفاهمش انا وياه بزاف. انا ما كنتفاهمش، وحاليا انا وقفت ثاني على الطلاق، بغيت نطلق دكتور. والمشكل ديالي انا ما يمكنش لي انا نرجع ثاني نسكن مع دارنا. يعني الوالد ديالي بعيد، انا تنسكن في مدينه الدار البيضاء حاليا، والوالد ديالي في الاقاليم الجنوبيه يعني في 900 كيلومتر تقريبا، باش بعد عليا، وما يمكنش لي نمشي نسكن معاه لانه رافضني في زواجي الاول، في الطلاق الاول، وما يمكنش لي نرجع حتى دابا. شنو خدمتك ظاهره؟ ما خدامش يا دكتور، هذا هو المشكل اللي عندي، باغا نخدم وما لقيتش، باغا نوقف على رجلي يعني باش المهم بغيت نوقف على رجلي باش نستقل راسي، هذا هو المشكل اللي مخليني حاليا باقا مع هذا السيد. ما عندكش وليدات مع هذا السيد؟ لا لا لا، ما بغاش، ما تنقول لها نمشي ندوز نمشي نتبع نمشي، تقول لي انا ايوا تندير الدار عاد باش نشوف الاولاد، كل مره ما نفهمش معاه. شنو هو الاشياء اللي كتزعجك معاه؟ نعم دكتور، شنو اللي كيزعجك مع راجلك هذا؟ ما كنتفاهمش معاه في كل شيء تقريبا، ما عرفتش كيف، ما كنتفاهمش معاه في كل شيء ياك انت اللي اختاريتي؟ انا اللي اختاريته، ولكن كنت صغيره، ما عرفتش دكتور، كنت صغيره، كنت عندي شي 21 تقريبا، ما كنتش عارفه، وكنت عندي ظروف اللي خلاتني اني نختار يعني نتزوج رغم عندي، يعني ما كنتش رجعت مع الوالد ديالي، ما سكنتش معاه، كنت بقيت مع واحد الصديقه ديالي مسكينه هي اللي وقفت معايا حتى يعني تزوجت وكذا. ظاهره؟ نعم سيدي. علاش الله في الاسماء الحسنى ديالو المؤمن؟ خلص ما فهمتش دكتور. الله من الأسماء الحسنى عنده المؤمن في الأسماء الحسنى، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن مهيمن المؤمن، بمن يؤمن؟ من اللي عطانا هذا الاسم ديالو المؤمن، بمن يؤمن؟ بنفسه. تفسير غتلقاوه في الآية اللي كيقول القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. علاش كان يأسوا من بعضياتنا دغيا؟ علاش كان يأسوا من بعضياتنا دغيا؟ كو سيدي ربي يأس منا دغيا كنا نمشيو لجنة، ما كاينش فينا اللي يسلك، وسيدي ربي ما تيأش منا، تنديرو الزبلة ونعاودو نديرو الزبلة ونعاودو نديرو الزبلة ونقولو عا كلمة أستغفر الله تغفر لك، عارفك غادير الزبلة، وكتقول لي أنا متايب ليك يا سيدي ربي ما عمري نعاود، هيا هيا عبدي هيا غنطيقك عزيز، راني عارف اللي خلقت عزيز، وتدير الزبلة. جا واحد الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سمعتك تتكلم على المغفرة،
أو أذنب وأستغفر ويغفر لي؟ قال لي نعم. بقى ساكت العربي. قال لي ولا عاود أذنبت وأستغفر يغفر لي؟ قال لي نعم. بقى ساكت العربي. قال لي ويلا عاوتاني ذنبت واستغفرت يغفر لي؟ قال نعم. هو يقول لمسعى سلم ولا زال يغفر لك وأنت تذنب وتستغفر وهو يغفر لك وأنت تذنب وتستغفر وهو يغفر لك حتى تنالك التوبة. تشدك هذيك التوبة في خطرة كاع وتقلعك من 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 حال الذنوب. فمشى الأعرابي كيكبر الله أكبر الله أكبر. الصحابة كيبتسموا فرحانين بالفرح تاع داك السيد. علاش تنيأسوا من بعضنا البعض؟ شنو اللي يجعلك أحبابي تشوف الدنيا كحلة؟ وشنو اللي غيجعلك أحبابي تشوفها بيضة؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون. شكون هم أولياء الله؟ انت وانت كلكم اولياء الله. باش ملي تتولي ليه امرك يا ربي وليت لك هذا الامر، انت جبتيني هذا الميضه، انت درتيني في هذا الميضه، انت حملتيني هذا الامر، انا وليت لك قراري وليت لك امري يا ربي. اعطيني باش نكون. ما معنى اعطيني باش نكون؟ ماشي فلوس. لا لك شرك في والو، حق زادر. يا رب اعطيني كيفاش نكون بالضحكه، يا رب اعطيني كيفاش نكون بالابتسامه، يا رب اعطيني كيفاش نكون بالترحاب. واش عرفتي الراجل تيحماق على المراه؟ ترى اعز حاجه عند الراجل هو هي المراه، والطره ما تضيمش حداها شي حاجه، طوموبيل، فلوس، فيلا، اللي كان ما تيضيموش قدام المرأة. أعز حاجة عند الرجال هي المرأة. كي يشوفها تي تيقوبر تي تيتبورش تيتسكن كيتقلب. علاش؟ إلى قنواته. وباش كتقنويها عباد الله بطرف السواك تديرو في فمها تتيولي أحمر، تدير واحد الكحول، وتتمشط شعرها، وتتلبسها عجلابه عجلابه مكمشه كاع، تكون عقصير عايبه نص عصاقه شلابه كاع، تكون درب لا تكون عنص توصل عند الركبه، ومليح الباب توري سنيناتها عاب العالي، واخا ما تكونش فرحانه عاب العالي ديرها ومرحبا وجيتي على السلامة، ومالك مزروب دغيا داخل الحمام، اجي بركا حدايا راني محشاك. عاب العيني عاب العيني عاب عين ميكا. تشوف الراجل مسكين كيبقى العظوم ديالو كيتخرقبوا لداخل. علاش هما تيصيدوهم العاهرات؟ باش كل اللي كتجيب الكليان هو كيمشي عندها ولا هي كتجيبو؟ علاه تدير ليه كيتلفت تضرب عليه برمش عينيها تتحني راسها وتخشي وتهندب شعرها تعالى ما تبتو استدار بيبشا فيها. فعلاش ما نديرش هاد الساروت هنا؟ حيت راه الساروت اللي كيحل راه كيسد. دابا بنتي زهيرة خاصك توعاي بواحد الحاجة، بأنك معطوبة. بنتي زهيرة معطوبة. شتي فيما تسمع شي واحد كيتكلم وكيسرد الماضي عرفوا شنو عطانا بطاقة التعريف؟ شنو قال لنا فيها؟ هويتي الألم، ومن هويته الألم يجد الندم. أما الماضي ديالي كان، احنا المسلمين ما كنمشوش القبور، اللي كيمشيو هما واحد ثقافه في المكسيك عندهم احتفال راه هما اللي كيتسمى هالوين، احتفال بيوم المهدي، راه سيت اون فيت جايه من عند لي زانكا، كيجبدوا الاموات ديالهم مره في العام ويجيبوهم للدار.
تخيل غادي للمقبره وجايب جدك وجايب جداك وجايب عمامك مجلسهم معك كل واحد مسكين عضو ماسو ويلبسوهم حوايج جداد ويطري لهم الطعام ويفرحوا بهم. ما غنتقدهمش ولكن حنا ماشي لا ننتمي لهذه الثقافه هذه. حنا تنترحموا وتنسامحوا. لا يغلط الله يسامح. الله يسامح سيدي. كاين بس الله يسامح. والثالث عوض ما ندوروا يسد ندوروا يحل. فنصيحتي لبنتي زهيرة خصها تمشي عند طبيب نفساني. يعني قبل ما تاخذ القرار ما تاخذش قرار طلاق تمشي عند طبيب نفساني تهدن تهدن راه تتغلي تغلي عاد كسل رزقة. وربي راه دار لها تاويل الخير ملي ما ولدت. دار لها تاويل الخير ملي ولدت. سيدة أم بحال هاد السيدة مزوجة زواجها مدقدق وهي مدقدقة وكتقلب تولد. قلت لها لا لا واش تولدي على اين صدر غتحطي ولدك يرضى اين صدر شي على فيه العافية. قلت لها الدري غادي يدير اللي قاد البوكس وغيعطيك الوجه باقي عنده شهر غينفخلك عينك. علاش كتبغي تولدوا الصعر؟ علاش باغيين تحطوا ولاد تعذبوهم؟ خاصها تكون طمأنينة. اللي هو مع نفسه بعدا موتر اللي مع خاطره مزير شنو غادي يعطي لهاد الولد؟ شنو؟ فدابا عطى الله اللي عطى وزواج جا. دابا شتي هاد الزواج اللي هي فيه لاله زهيرة راه هو زواج العكاز. تتاخذه ويتاخذها عكاز تكي عليه ويتكي عليها باش يمشيو عوجين ولا غادي بعدا. على مال العكاز العود ما صالحش وكيمشي مولاه اللي ما عندوش رجل. ثم تمشي عندنا فاصلة. مرحبا مستمعينا غادي توقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات. تفضل البروفيسور إضافة الزاهرة. هنا مازال خصنا نرفعوا الهمة لبعضياتنا. توفات الأم ديالها باها طلق العيالات كبرات هادشي كله مسلسل ديال الأحداث. انا شخصيا لا احب التشاؤم لا احب. يعني قلت لك البروفيسور ما مفهمينش. لا 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 الله يخليك. باش يمكن لك تفهم مع قط خصك تكون مستريح. والله ما يبرك فوق في خاضك قط وانت طالع لك الدم. هاتوا جربوا اللي عنده شي قط في الدار شوف تكون معصب القط ما يجيش عندك. علاش هما تيغبروا في العيد الكبير كيشوفونا طالعنا الدم باقي ما جالك الزال ما ذبحتيش ما شويتيش واش كتلاحظوا القطوطه في العيد الكبير تيبقى؟ هادوك الحيوانات في خماركم تيتاثروا بالهرمون ديال الادرينالين يعني كيشموها كتخط في روحهم. راه بحالو بحال القرش هو تيهرب القرش كيهجم. فدابا ملي تكون انت مع نفسك ما مرتاحش اللي بغي يعرف الحاله النفسيه ديالو يجربوا في ثلاث حوايج. يشوف واش يصدقوا ليه النباتات في يدو. دير محابق دور ربك ودير النباتات في المحابق وشوف واش المحابق غادي يفخروا ولا غادي يلواو. ها الامتحان الاول. ثاني ربي عصافير وشوف واش العصافير غادي تولد عندك وتكاثر وغتعلم بعضياتها تغرد وينشطوا لك بين يدك او لا غادي يبداو يطيحوا الريش ويمرضوا ويموتوا. ها جوج. الثالث هو تعلم واحد دري صغير تعلمه تمشي لواحد الروض ولا جمعيه وتشد واحد الدري صغير هو ما تيعرفش وتبقى غادي معاه يوم عن يوم وتديه من مرحله لمرحله يتعلم. شتي لسلك سلك لك النباتات في يدك محابق نسلكو لك في يدك هكا فخر وغادي وربيتي طويرات وبيضه وخرج الفلوس ورباه والديه عندك في القفص وكيعلموا ولادهم يغردوا. عمرك تشوف ملي كتربي الطيور ها لاله سنة الصباح تتفيق يكون ظلام ياك كيضرب الفجر كيبداو يعيطوا عليك كيعيط عليك بواحد النوطه ديالك تيقول لك النوطه ديالك تولي عندك سميتك عندهم تخيمي تحفظها كيبداو يعيطوا لك بها. الوقيته اللي تتفيق تمشي عندهم تيستقبلوك واحد الحركات يديرهم لك عدتها يجيبوك ولا خوك ولا عمك ما يديروش هذوك الحركات يديروا مع مولاهم كيجي تيتقابل مع وجهك يحط لك العين ديالو ويغرد لك واحد التغريده كيشكرك
ثم شنو تيوريك؟ اجمل ما عنده كاع داك اللوحات الفنيه اللي عنده في الجنحين في الحركات كيعطيهم لك. حاليا دابا كاين معرض دابا في باريس حول الذكاء ديال النبات. واحد العالم اش قال لهم؟ قال لهم قريب واحد شوي وغادي يبداو يهضروا مع النبات. قال لهم وصلنا دابا حاليا واحد العالم اخترع واحد البوله تيزرعها في محبق تيتبدل اللون ديالها على حسب الحال ديال النبته. كانت بخير كتكون هذيك البوله بيضاء، كانت متوتره كتولي زرقاء، كانت بزاف كتولي موف. قال لهم شتي هذا الشيء اللي كتصيفط هذا النبته هذه كتصيفط. وكنأولو قال لهم بهذه الديود هذه وبهال المسائل الالكترونيك. قال لهم راح نقرا ونحطهم في الاورديناتور وغيولي عندنا لوجيسيال غادي يبقى قال لي نفهمو اش كتقول. علاش ربي دار لنا النبات ودار لنا هذا الفضل؟ الله شنو كيسمي الحوت في البحر؟ اش كيسمي في القران؟ هاد السمك هذا السردين والميرنا اش كيسميه؟ مذكور في القران السمك والميرنا موصوف لحما طريا لان عنده علفهم. اما الكبير هذاك البارين الحوت والانعام هما اللي معانا، الغنم والابيل موصوفين بالانعام ومذكورين بالاسماء. علاش؟ شتي اللي عنده عفمه ياكل ويلغط ما هو الا لحم باقي ما ترقاش للصفات البشر. لان الميزه اللي كتميزنا احنا البشر جوج حوايج، العقل والقول. هذا العقل تتفهم به وهذا اللسان تنطق به كلام موزون فيه حكمه فيه معنى. شتي ما تبقاش تفكر وما تبقاش تنطق كلام موزون تبقى تاكل كتولي لحم كتولي فيك هبره اشحمه تاكل. فاشنو نسواو الا كنا احنا كيس؟ واحد الام كتقول لي كترضع ولدها بعد ما كتسالي رضاعه كيدير 7 كيلو الحليب تتقيه. دري عنده شهرين قلت لي استاذ واش؟ قلت لي لا فيفو ليفو بقى عقل عليها كلها في الجسم ستوك هادو باش كينجري ستوك فيفو ليفو فيرست ان فيرست اوت لاست ان فيرست اوت هادو واحد البروسيدي باش كنجري ستوك. قلت لها ولد قال لك ماما جو سوي با في فولي فو ما هواش ساك جاع تحط رضاعة شبع تحط ينعس جاع ترضع دار حاشاكم الخروج تبدل العكوش. قلت لها لا. قال لك واش هاد الفم هذا مدير غير رضع؟ واحد النوبة واحد الأم كدوي لي على ولدها عنده 8 شهور شاده في يديها كتقول يا استاذ وما تيفهمش وهادي وكذا وكذا. والدري عطيني بالظهر يعني كيشوف كنشوف انا قرفاتو ظهرو وهي كتنصف فيه ما كيفهمش وهو مع متكي هو يريق. حد سال واحد شويه ديال اللعاب ديال الريوق من فمه قطرات قطره من الريوق ديالو في ظهر امه. الدري تبعها بيدو مسحها. قلت لها لا راه انت ما تتفهميش راه ماشي هو راه في قمه الجمال والاناقه راه ريق عليك ومسح لك دريقه. علمتيها لي انت وريتيها ليه هو وراها لك ولكن للاسف انت ما شتيه. تخيل هذا وي عليه بحال هكا هو يتلفت عندي بحال دور راسو عندي. قلت له صبر معاها وليدي الله يرضي عليك لما صبر معاها. قلت له راه مدقدقين كل شيء مدقدق كل شيء مرون عصبر وليدي انا مزوق فيك وليدي على وجهي لاباس سير سير سير. وراه قلت لكم اللي غدا في الشارع في الكروسه
ومسكين شتف حيتف حيتف شتف حيتف حيتف والدري الصغير مسكين يكون عنده واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا ما عرف وضرب عليه الشمس في عينه وانا جاي على رجلي مكابل معاه شتف حيتف الكروسه والدري الشموش هذا وعندها هذاك الطربوش اللي يمكن لها تهبطو ويضل عليه تيش دار الدري على لسانه زيد دو درك 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 بها بحال كوجو تتقابلت معاه وراها ليا قال لي اعتقها ماسك راه ماسك تخيل هز يدو ودار ليها هكا حطها وجيت وجهه زعما باغي تضل وانا نقول لها لا الله يرحمه ديجا على خاطرك لما راه وليدك راه راه الشمس ضربه لي في وجهه ها يا سيدي والله العظيم دا اما اللي غادا تسخر وكتمشي خلفات كبار تخلي ذاك الوليد كي وذاك الوليد مسكين ويا غادا وش هذا التليفون الو ها شنو جابت هذاك البنوار النمر ولا مازال ها شنو هو جابت هذوك تخاشط ودابا داخل رمضان ومسكين الدري الصغير هو غادي في الاخر يقول لك مالو فيه الحركيه المفريطه مالو ما تيركش الا نتوما ركزتو معاه باش يركز معاكم هو فهنا عفا بنتي ظاهره خاص الانسان واحد الوقيته يدير فرانا ما ساك حبس ساك برك اش كندير وباها غلط والوضعيه مزفته واش نعاود نفس الوساخ على ما يمكنش نحنا نديرو شي حاجه في نسخه نقيه ونعطيوها صحيحه لابد من نديرو الوساخ نرميو الوساخ نرميو الوساخ نرميو حتى لين حتى كتولي البراغه دابا 4 دراري كل واحد بوه في شكل هذا بوه في شكل زواج ثاني بوه في شكل تبغي على حل المدينه خصها محفظه تهزها غادا هز 4 المحفظات كل حل المدينه في قنص هادي يا سيدي ديال باه فلان هادي ديال باه فلان يبغي الدري عقص زياد خصك تمشي تعيطي على وايلي واش غنوليو حنا هاد حنا راه امه ديال التبات حنا راه امه العقل علاش نبقى نقلب نتفاهم معاه ونقلب نسكن معاه المفاهمة راه جاي الا سكنتو راكم تفاهموا ما معنى تسكن معاه وديري ليه شي حاجه عزيزه عليه ويدير لك شي حاجه عزيزه عليك وشنو هو اللي عزيز على بعضياتنا هو ناكلو طعيمه والعدس عباد الله العدس بالبصيله ومصيب مقاد عرفتي كيدير داك العدس ولا ويتحط في واحد الطاجين الفخار ويدير عليه واحد شويه زيت العود ويجي تقطع عليه واحد جوج عريشات ديال القزنبل وتقادهم ديكور ويجي واحد وعاب العاني عاب العاني حل ويتخيل يشهق وحنا الثلاجه عامره والمغرب عامر ديسير وعدنا والخاطر والخاطر مرحبا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا مباشرة معنا سهام واخا ناخذوا سهام من أكادير لأنه نقول لك كتنتظر ألو سهام ألو السلام عليكم نهار كبير هذا أختي ملي شد ليا الخط مرحبا بك مرحبا بك كي دايرة دكتور لاباس لاباس بنتي سهام شحال في عمرك؟ في عمري 21 سنة سبحان الله تبارك الله صوتك باين فيه شنو مستواك الدراسي؟ خرج سنة من القرية ملي كانت عندي مستوى السادس ما كملتش وشنو السؤال ديالك؟ عندي مشكل اين هو؟ انا يا وقع لي الاختصاب لا حول ولا قوة الا بالله ودابا انا حاملة لا حول ولا قوة الا بالله وهي تعرف مع الطالبات وهما اللي كيصرفوا ليا الله الله. الله 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 بنتي غنرجعك خلي لي رقم الهاتف غادي انت في اكادير ياك غنعطيك رقم ديال واحد الجمعيه غتصل بهم وسير عندهم ما تخافش غادي يوقفوا معاك ويشدوا بيدك بنتي في كل شيء خليك معنا سيان مرحبا مرحبا لا حول ولا قوه الا غادي نتوقفوا مستمعينا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا برنامج بكل وضوح ورجعنا لكم مستمعينا انتم في الاستماع دائما للبرنامج بكل وضوح مازالين كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه معنا مكالمه معنا مليكه الو السلام وعليكم السلام ورحمه الله مليكه وعليكم السلام اختي مرحبا نهضر مع الدكتور اي تفضلي انت معنا مباشره تفضلي مرحبا بك نعم السلام عليكم الدكتور وعليكم السلام ورحمه الله دكتور انا بغيت نعاود كان عندي واحد المشكل من الحماله ديالي شحال في عمرك شي 33 عام مستوى الدراسي عندي مشكل في يديه بحالاش يديه كينعسوا لي في الليل وفي النهار الا درت بهم الحركه في الليل كينعسوا لي
دابا انا وليت باقا عندي المشكل ديال درت الدواء لكن باقا عندي المشكل ديالي ما كنقدرش كنجلسو لي في الليل. واش شفتي الطبيب؟ شفت الطبيب عطاني الدواء لكن باقا عندي داك المشكل. تما كاين شي طبيب ديال الاعصاب نورولوج؟ عطاوني شي جوج الادويه فيهم المغنيسيوم استعملتهم ولكن باقا عندي نفس المشكل. كتجيني واحد الحاله كنسمع شي حاجه ولا كيجيني شي حاجه اللي كنتخلع كنحس شي حاجه كن كيتنملوا لي يديا كي بحال اللي كتجيني شي قشعريره بحال كنتخلع. تما في ميسور عندكم شي طبيب الاعصاب نورولوج؟ كاين تما شي طبيب؟ انا دابا حاليا في تطوان كنخدم في تطوان. وعلاش ما تشوفش تما ما حدك في تطوان تشوف شي نورولوج؟ ما شفتش دوز غير زعما صافي ما والو ما يقضي لي والو. لا عافاك شفتو بالاعصاب؟ شفتو بالاعصاب شوف الله يرضي عليك. كيمشي لي عاود حتى الرجلين والراس ديالي كيتقال لي من فوق الله يرضي عليك. شوف نورولوج ما حدك تطوان ماشي شي حاجه اللي تتخوف ولكن الانسان ياخذ احتياط. النورولوج عنده درايه عندهم كيديروا شبكه ويديروا دي راديو ويديروا حويجات لانه الواحد خصو يعرف علاش كيوقع اون باراليزي بارسيال ولا 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 كومبليت ديال واحد الاعضاء. يا اما كيكون تشنج عضلي انسان مثلا ناعس في واحد الفراش ما مقادش ولا في وضعيه ماشي شي وضعيه وكيوقع تشنج. هنا كيحس الانسان في واحد البلاصه في جسمه كاينه معقوده تتقيس هذيك البلاصه بصبعك كتعقر تمسدها بشويه زيت العود وتسخن في الحمام تتطلق. ها هو الدواء ديال العضلات. اما ما تحش بتشنج وتتحس من الداخل بحال اللي تترقد عليك يدك يا اليمنيه يا اليسريه يا هنا سي لو سيستيم نيرفو سونترال. فهنا لي نورولوج هذا هو التخصص ديالهم كتمشي لعندو تيقلب لو سيستيم نيرفو سونترال كيس كي سباس واش وقع شي حاجه واش كذا واش كذا. كاين بزاف ليكسبلاسيون باش نعطيها معلومات باش من هذا تيديروا ان بيلون وتيلقى السبب. فنصيحتي ليها الله يجازيها ما حدا في تطوان تمشي تشوف النورولوج ويجيب الله التيسير ان شاء الله. معنا سعيد من مراكش. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سي سعيد. مرحبا مساء الخير بالدكتور. مرحبا خويا. مرحبا كيداير خويا لاباس؟ بارك الله فيك. مرحبا نشكرك بزاف على شكرا على وجهي. مرحبا الله يخليك. انا عندي واحد التدخل. تفضل. انا استاذ ديال الثانوي التاهيلي. استاذ الثانوي التاهيلي في مراكش. اييه مرحبا. هادي جي كتاخد ديجا دوبي 25 عام. تبارك الله. ايوا عندنا واحد المشكل مشاهير. انا قاعد تقريبا هاد لابخونسيون ديالي تقريبا عندنا بحال قلت لك ان كونفلي دي جينيراسيون. هاد التلانوت ديال دابا ما بقيناش قادرين نسيطرو عليهم. ماشي كيستيون بيرسوناليتي ولا شي حاجه عندنا زعما حنا بغينا نخدمو بغينا نخدمو بغينا تجي عندك واحد الانرجي كبيره وبغينا نخدمو ولكن كتلقى ما كاينش معانا فهمتيني. اون بليس دو سا اون بليس دو سا ملي كتبغي مثلا تخلق واحد الجو في لاكلاس باش زعما ماشي كتخلق معاهم علاقات باش عندك كاتب ديال القامه ولا شي حاجه ولكن هما شغنقول لك جومون فوتيزم ابسولي ان جومون فوتيزم ابسولي. هذا من جهه يعني في لاكلاس اون كور ملي كدير لا لوسون ملي كتعطيهم دي شوز افيغ على ريزون ولا شي حاجه حتى حد ما كيديرو وما عندك حتى شي بوفوار عليهم كاع لي نوت مينيستيريال كاع داكشي ما عندك حتى شي حاجه باش انك تيقول لك سيدي ما تحرموش من الحصه ما تخرجوش الدري ما تيكتب ما تهضرش معاه ما بقى عندك ما يداش. هذا من جهه. وانت عندك واحد شنو غادي نقول لك عندك واحد الغيره على النظام عندك بغيتي تخدم بغيتي تعطي دي ريزولتا بغيتي دير بزاف. سي سعيد اشنو الماده كتقري؟ نقرا الفيزيك. الفيزيك في الكورسوس ديالك شنو هما المواد اللي معاه؟ يعني في الفيليير اللي كتقري شنو من المواد اللي مع الفيزيك؟ معهم في تي معهم مات. زين. لي زوطخ بروف؟ لا لي زوطخ ماتيير. لي زوطخ ماتيير لا فيلو لي لونجلي فرونسي. بالنسبه لك كاستاذ الفيزيك
نعم. عمرك دخلتي لي زاكاديمي امريكان نوميريك؟ كومبوس ها عمرك دخلتي لي؟ ماشي دخلت لي، كانت عندنا واحد الاستاذ ديال لونجلي مشات كاع تما درت واحد الستاج تما وجات عاودت لي. الوغ انا غنعطيك فكره شنو عندهم فرنسا وربما سمعتك واحد المره قلتيها يا دكتور. انا دابا الهدف عندي حاجه اخرى. نعم. تدخل الماده فورس ترافاي دو فورس انرجي كاتبين في الكومبوس سيت لوسون اي دو نيفو 12 سور 20 يعني elle est moyennement difficile. Quand tu vas te les prérequis produits scalaires. Tu cliques sur le produit scalaire qui est au niveau de la leçon et les prérequis d'y aller. Ce que tu as dit. Quand tu as dit la cartographie du savoir à enseigner. Sidi Saïd, 25 ans d'ancienneté de Tia ou la Mazel. Non. Tu as dit Sidi Saïd. متأكد سي سعيد راه نجي عندك مراكش جي مرحبا بك دكتور راه نجي سي سعيد شوف دكتور درتي لا كارتوغرافي دو سافوار درتيها دكتور والله سي سعيد الله يرضى عليك نعم درتي لا كارتوغرافي دو سافوار شوف دكتور حنا ديال العام اللي فات ود العام ديالك ود العام الجاي حنا دابا نقول نعم دابا نعطي مع ربما نقضي وقتك واحد شويه ماشي مشكل لان هذا المشكل ماشي ديالي بوحدي هاد اون ديسكوت بزاف ديال شتي والله شو انا راني ولد القيس راه مدوز لا كلاس هاف ديال سي سي نعم راه كنسمعك شتي هاد الشيء اللي كتقولوا دزت بمدارس اللي كانوا الطلبه تيسرقوا لي بياس من لي زورديناتور حتى واحد الاداره كنا كنشتغلوا معاهم بغاو يديروا السلسله لي زورديناتور بغاو يجيبوا داك الكابل الحديد بالقفل ويدوروا على لي سونترال ويسدوها فجاو لعندي قال لي استاذ حنا بغينا دابا لقيت اللي تكون انت في القسم نعطيوك السوارت غنولي انا دابا شاد انا ساروت ديك الشيء ديال لي وسترن هز 20 ساروت كل قلت للمدير اخويا بشحال كيسواو دوك لي بياس قال لي قد القد قلت له تفتش واحد قطع عليا من الصالير ديالي والله ما غايشفروا شي بياس معايا انا بعدا حنا ماشي صفراء ماشي صفراء لو جون فوتيزم ياك دابا هما دابا هو الثالث دابا تلمو مدقدقين في لي ماتيماتيك في لا لونغ مدقدقين كيما تقول مدقدقين زيد سي سعيد سي سعيد نعم دكتور سيدي سعيد تقوا الله الله يهديكم تقوا الله فاش ونعم بالله فاش تقوا الله فاش فولدت الناس شتي دابا ما باغيش نلومك راه ما كنلومكش سي سعيد ما كنلومكش بارك الله غير تقول لي نتوما هازين نعم فيه حراره وفيه تقل تقل قليل والحراره كثيره وهو انسان ما يخافش من الحراره ويقد على تقل كثر شنو اللي حنا عاطبنا في التعليم شنو اللي عاطبنا ما منظمينش العمليه اللي تنخدموا بها وما تنغيروش النظم على حساب الوليدات فاستاذ كي ياخذ واحد النظام دير واحد المده كيقادو كيرتبو كور تي بي تي دي كونترول هذا هو النظام اللي عند الاستاذ ما كاينش استاذ اللي كيمشي من غير هذا كور كور ماجيسترال ترافو ديريجي ديمونستراسيون في السبوره ترافو براتيك تمارين واحد جوج ثلاثة أربعة ديال التمارين استوعبتو كونترول كونترول صحيح نوت شوية شنو كيوقع كيجي واحد الوليد نجح بالتكال مدقدق ما تيفهمش اللغة دي مع فرنسي ما كيفهمش علاش هو السينا بالعيوش مشى للمقترح ديال الدارجة هو وضع صبعو على واحد الإشكالية ولكن الحل اللي واضع ما هوش حل لذلك السيد نعرفه راه وطني وكيبغي الخير للمغرب أنا من الناس اللي يلا دخلت من أوروبا ساعدني هذاك السيد ما كيعرفنيش مشيت لعنده قلت له أستاذ بغيت واحد المساعدة قال لي مرحبا هذاك الرجل في خير ذاك السيد الاقتراح اللي كيقترح بحكم هو اشتغل في التعليم وعنده دي فونداسيون غير اون بروبوزيسيون هذاك اقتراح ضمن الاقتراحات ما هوش الحل الحل هو لانتيليجونس انفورماتيك
الذكاء بالمعلوميات خصو يتحط. ما حد ما عندناش دي بروسيدي انفورماتيك، لان هذا الجيل هذا جيل الصوره. فين باغي توصل بهذا المقرر الفيزيكا استاذ لاش صالح تقريني؟ يلا جاوبوا. ما باغيش هو يقرا برودوي سكالير كاع، ما باغيش. ما صالحش ليه هو. اذا شنو تقنعوا؟ دخل استاذ العربيه، لا صالح ليا تقريني العربيه، ما صالحه لياش. شنو خصني ندير؟ نتخاصم معاه؟ مشي نحيدها من المقرر؟ واحد الام جات قالت لي علاش ما يديروش لهم غالماطو الفرنسيه والانجليزيه، علاش دايرين لهم هذاك التاريخ والجغرافيا حيدوه؟ الناس هما ما عارفينش. هنا فين كيلعب دور الاعلام؟ النهار اللي دخلت انايا بكل تواضع الاعلام، شنو عطيت كمثال الذكاء والعلم للطلبه والشباب؟ شنو عطيت لهم؟ انني متعدد الكفاءات، ملتي ديسيبلينير، انني عندي ثقافه، انني عندي تحليل عمودي وافقي ملتي ديمونسيونيل. الشباب بغا يشبه ليا او كيجيو عندي يقول لي عمي الدريبي انا بغيت نقرا بحال قرايتك وبغيت نولي بحالك. شحال من ايميل كتوصل بالالاف. شنو درت؟ جو مو سوي افيشي كوم ان ايديال دو موا. دابا حاليا شحال من واحد كيتسنى الكتب عندي تيقول لي عمي بغينا الكتب عمي. إذا شنو درت أنا قبل ما نخرج كتاب؟ خرجت الكاتب. ملي تيتعرف الكاتب الكتوبة ديالو تتقرا. هذا هو اللي كنقولوا الحال كيسبق الأقوال. فهنا ماشي مقرر وضعته الوزارة وتيشدوا المعلم وتيقريه حيت تدرب في السيبير ولا هذاك الشيء كله كاين. علاش كتشوفوا واحد البرنامج سميتو كوشمار اون كويزين؟ سير نشوفوا راه كيف التلفازه راه كيدوز في قنوات. شنو هو هذا كوشمار اون كويزين؟ كيجي واحد الشيف كويزيني معروف دولي، كيمشي لواحد الكويزين لواحد الريستورون ديال فايت خدامش، وكيمشي وتيشوف المنيو ديالو، كيشوف الذوق ديالو. واش حتى حنا بلاد ما بقاوش يعرفوا شنو الكفته؟ وحتى حنا تتخرج وريني شويه كيعرف شنو الكفته، وريني عايجي بالك خضراء دم ولا محروقه؟ واش ملي ما تعرفش تشوي الكفته عندك ذوق التبيده كتاكل الكربون؟ تخيل كيجيب لك الكبده كارتون تشارك بويده وشارك كفته تعطيها. تخيل واحد النهار مشى واحد السيده قالت لها بنيتي انا مزوق فيك، الا ما عطيني نشوي في بلاصتك حيدي من تما. تخيل مسكينه تشوي طالع لها الدم. اوف اوف يا بنيتي علاش جات تشوي انت ملي ما حاملاش؟ عمرك حنا بلاد النعناع واتاي كيتعمر بالماكينه بششت تمشي قهوه تريح الله يخليك واحد البلاد اتاي هذا ذاتي. اذا ملي مشى لك الذوق ما تعرف تشوي الكفته، ما تعرف طيب طاجين، ما تعرف تعمر بلاد ذاتي، اذا ما بقاش لك الذوق باش تعلم القرايه. كاين مواد، هذا الشيء هو اللي خصكم تشرحوا للطلبه ديالكم. ملي يجيك الطالب وتيقلب على الكفاءه لانه مزير مكرفص كيقلب على الكفاءه اللي كيعتبر هو الكفاءه غتوصله. أول حاجة طمئنوا على أساس يقدر يخل الكفاءة. تطمئنوا. باش كطمئنوا؟ كتمشي لأصعب مادة عندك في المقرر اللي غتبداها أنتيا في الدوزيام تريمستر ولا في لافان ديال البرومي تريمستر كتحطها هي الأولى. هي الأولى كتبدي بها في الأسبوع الأول شهر 9. كتقول مشي هذه المادة هي أصعب مادة. هذه هي الخطيرة هذه. غادي تشوفوها خصكم لي بريغوكي ديالها كذا وكذا 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 وكذا. غادي نشوفوها في ديسمبر ولكن غنبداو بها اليوم. علاش؟ باش نحيد لكم التخيلات والاوهام ديال الخوف منها. تتشدها كتبقى تفصل فيها ضرب ضرب، انت اللي كتهزها ماشي هما، انت اللي هزها. حتى كيستوعب هذا الدري. كيدير ها؟ علاش شنو هي الميثود ديال ماريا مونتيسوري؟ شنو هي الميثود؟ وجميع الناس اللي قراو بلا ميثود ماريا مونتيسوري نجحوا في حياتهم. شنو هي الميثود؟ كتشد الماده الصعيبه وتردها للدري بسيطه وكيفهمها، ما كيبقاش محتاج لها للدعم لا والو. اذا دابا هنا الوليد والبنيه جاي ناقص فرنسيه وناقص هذا وناقص هذا، ايه ناقص ادوات لغويه ولكن ما ناقش الذكاء. سؤال، شحال الوقت خصو باش يراترابي الروتار؟
دابا هنا فين الاقتراح ديال الاستاذ نبيل عيوش غلط؟ ان الاقتراح ديال الاستاذ نبيل عيوش ما كيعطيش فرصه فين انني في عام نعلم العربيه الفصحى. ولكن باش غنعلم ليها فهم العربيه الفصحى؟ باش فهم نعلمو اللغه اللي بغى. انا كنقولها الدريبه وكنتحدى اي واحد. انا نعلم واحد اللغه العربيه الفصحى في عام يوصل اخر سنه يدوي معانا بالفصحى في شهر سبعه. كنعرف اش كنقول. ولكن باش غنخدم انايا؟ ما غنخدمش انايا بالدفتر وبالكتاب وبالجملة الإسمية والجملة الفعلية وبالفاعل وديك التخربيق، ما خدامش بها. غادي نشد جميع الأدوات الإعلامية ونحطها قدامي. غنخدم بغوكونيسونس فوكال، غادي نخدم بغوكونيسونس ديال ليكريتور بالطابليت، غادي نحط الطابلو إلكترونيك في الطابلو، غادي نحط ما كاينش اللي غادي نعطيه نقطة على الخط. غادي نعلمو القواعد ديال يعرب على حلاوة اللسان اللي كانت عند العرب. العرب ما عمرهم كانوا كيتعلموا الإعراب، كانوا كيشكلوا على حلاوة اللسان. وباش تعلموا حلاوة اللسان غادي نعلموا اللحن في المقامات البحور الشعرية، وغندوز ليها من الموسيقى، وغادي نتم جايبها كيف كيعلموا الجرمية. اش حنا راه عندنا 14 قرن في التعليم، ونجي ندير بحال اللي صحراقة حيلة ما فيها والو. ربا كاتيب كيشطح العربية، جدي راه في العربية ما كاينش اللي يقد عليه، ونجينا اليوم بحال اللي ما كنعرفو والو. كنعرف علاش مربعين يدينا وساكتين؟ أنا ما كنهضرش في هذا الموضوع، ما عمري بغيت نهضر فيه. فملي كيجي أستاذ سعيد كيقول لي داير لا كارتوغرافي دو سافوار، ما مديوراش أسي سعيد، لأن باش ديرها خصك لها عامل مقرر واحد، غتستغرق لك أضعف الإيمان 280 ساعة العمل. فباش ديرها وتحطها في السبورة وكتحطها بالألوان، الأبيض ما خصهاش بخيروكي، الأخضر خصو بخيروكي موين، الأحمر خصها بخيروكي سيفير، وتتوري الدري البخيروكي في الأول. شتي الوقيتة اللي كتعطي للتلميذ الخريطة ديالو ديال المعلومات اللي كتنتظرو، وكتقول ليه جوج الوظائف، كاين المعلومات اللي غيعطيوك كفاءة، وكاين المعلومات اللي غيعطيوك السفل. العربية من المعلومات اللي كتعطي السفل، فلسفة من المعلومات اللي كتعطي السفل، اون ابيل سافلا لوجيك لا بونسي لينيير. ثم عندنا لي فورمول ماتيماتيك اللي محطوطين في فيزيك، ملي كتمشي تقري الفيزيك ما تبداش بالدروس اللي فيها لي فورمول ماتيماتيك، غتمشي تبدا بتو سكي فينومين، شنو هو لي زيشونج تيرميك، كيفاش الحرارة كتجي من الشمس وكتاخذها الارض وكتاخذها وتعاود ترجعها وكيمشي السحاب تعطيهم لي فينومين ناتوريل. خص يولي ان جون اكسبلوراتور، ثم تتعطيه، هذا هو اللي كينقصوا الحباب. شتي كل واحد فهم درس عطيه يقريه اللي غدا لواحد اخر قل منه. ولكن الا شارك معك في واحد المجموعه عطيه فلوسها. انا مع عمري ما خديت شي طالب ما رديتوش ميتر اسيستون صغور، وين ولا ميتر اسيستون كنقول الاستاذ شحال انت كتخلص ديك الساعه، تيقول لي 600، تنقول له عطيه 50 درهم ديالو. تخيل من الدريك في اول شهر ما كانش كيعرف، بعد شهر فهم درس، بعد شهر بدي قريه، شهر ثالث ولا كيدي منه 50 درهم، كيمشي لعند امه تيقول لها امي ربحتها بقرايتي. عرفتي شنو هو هذيك العنعانه ولا؟ شتي والله تيقرا لك الدمياطي. مرحبا. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع للبرنامج بكل وضوح. لكم تحيات مجدولي علامه الادريسي لرفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه، ونتمنوا لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.